بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي مصر الزراعية، برحب بحضراتكم في الحلقة الأولى من برنامج هنا الحقيقة في ثوبه الجديد. أعلم أننا توقفنا لفترة وجيزة من الزمن، ولكن كان هذا التوقف من أجل أن نقيم أعمالنا في الفترة الماضية، وأيضا من أجل أن نظهر لحضراتكم في شكل ومضمون جديد أتمنى أن يحوز رضاكم بعد رضا المولى عز وجل. أعزائي المشاهدين، ملفنا النهاردة من الملفات المهمة، وكعهدنا بكم دائما سوف نتناول حقائق القضايا والملفات المهمة التي تتعلق بالمواطن المصري وبالفلاح المصري بصفة خاصة. ملفنا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من الملفات التي تتناول محور اهتمام قناة مصر الزراعية كلها، الفلاح المصري، من يمثل هذا الرجل في كل الكيانات وفي كل المؤتمرات. أعزائي المشاهدين، هنبدأ الفقرة الأولى من فقرات البرنامج، ولكن قبل ما نبدأ هذه الفقرة للأسف الشديد لابد أن أوجه خالص التعازي باسم أسرة البرنامج وباسم قناة مصر الزراعية كلها لأسر ضحايا الشهداء من الشرطة بصفة خاصة، والشهداء الذين سقطوا اليوم بصفة عامة في الحادث الإرهابي الأسيم الذي حدث في مديرية أمن الدقهلية بالمنصورة. هذا الحادث الإرهابي الذي ليس له أي دين وليس له أي وطن. أعزائي المشاهدين، سوف تستمر مصر وسوف تستمر خارطة الطريق مهما فعل هؤلاء الإرهابيون الذين لا يعرفون للوطن انتماء ولا للإسلام دينا. أعزائي المشاهدين، نبدأ أولى فقرات البرنامج بتناول الأخبار المتعلقة بملفنا في هذه الحلقة. أولى الأخبار، الزراعة تنتهي من مشروع قانون أول نقابة مهنية للفلاحين. هذا الخبر تناوله موقع المصريون، وبيقول أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد مشروع قانون بإنشاء نقابة عامة موحدة للفلاحين بناء على طلب وفد ممثلي الفلاحين الذي التقى بالمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية منذ أسابيع. الخبر الثاني، وزير الزراعة، نبحث إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ترعى مصالحهم. هذا الخبر نشر في موقع اليوم السابع، وبيقول أنه معالي الوزير الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قال أنه بيبحث مع رئاسة الجمهورية إنشاء نقابة مهنية للفلاحين ترعى مصالحهم وتهتم بشؤونهم. الخبر الثالث، أعزائي المشاهدين، نقابة الفلاحين تهدد باللجوء للقضاء في حالة إنشاء نقابة عامة. وهذا الخبر تم نشره في بوابة روز اليوسف، وبيتناول أنه نقابة الفلاحين في بيان لها قالت، والمشهرة منذ أبريل 2011، قالت وهي تعتبر أول كيان حقيقي للفلاحين منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أشارت إلى أنها في صياغة مسودة الدستور الجديد، وبالتالي فهي لها الأحقية في أن تكون المظلة لجميع النقابات، وقالت إن هي بتهدد للجوء للقضاء في حالة صدور قرار بإلغاء النقابة العامة. نتناول أيضا الآن بعض الإحصائيات المتعلقة بملفنا اليوم. 1,800,000 فلاح عدد أعضاء النقابة العامة للفلاحين وفقا لإحصائية من نقابة الفلاحين نفسها، وليست إحصائية من جهة رسمية كالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. ويبدو أننا ما زلنا نعاني من عدم دقة الإحصائيات. للأسف أن يكون هذا الرقم اللي هو 1,800,000 عدد أعضاء النقابة العامة للفلاحين، هذا الرقم صادر من نقابة الفلاحين، وكان يجب أن يكون صادر من جهة رسمية زي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 800,000 عامل عدد أعضاء النقابة العامة العاملين بالزراعة والري والصيد التابعة لاتحاد العمال وفقا لإحصائية النقابة. أيضا هذا الرقم وفقا لإحصائية النقابة، وبيقول أن 800,000 عامل عدد أعضاء النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد تابعة لاتحاد العمال أيضا وفقا لإحصائية النقابة. 27 نقيبا هم من يمثلون النقابة العامة للفلاحين بالمحافظات على مستوى الجمهورية. الإحصائية الأخيرة
مليون وخمسمائة ألف عامل عمالة غير منتظمة بالزراعة والري والصيد، وأيضا هذه إحصائية النقابة وليست إحصائية صادرة من جهة رسمية. أعزائي المشاهدين، إحنا كده انتهينا من الجزء الأول من برنامجنا اللي تناولنا فيه الأخبار والإحصائيات المتعلقة بملفنا النهاردة. أستأذنكم نخرج فاصل ثم نرحب بضيوفنا الأعزاء في هذه الحلقة. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونبدأ في فتح صفحات ملفنا النهاردة الذي يتناول محور مهم جدا وهو الفلاح المصري. من يمثل الفلاح المصري ويدافع عنه دون المتاجرة باسمه؟ فحقوق الفلاحين قد ضاعت خلال السنوات الماضية وسط صراعات من اتحادات ونقابات، وبعض هذه المشاكل لا تجد لها حلا، فما زال الفلاح يعاني من بعض المشاكل. هناك مشاكل في الأسمدة، هناك مشاكل في المبيدات، هناك مشاكل في مستلزمات الإنتاج. من يدافع عن الفلاح ومن له الحق فأن يتحدث باسم هذا الفلاح؟ يسعدني أعزائي المشاهدين أن أرحب بضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة لنتناول صفحات ملفنا. الحاج محمد فرج نائب رئيس اتحاد الفلاحين وأحد أعضاء الوفد الذي التقى الرئيس عدلي منصور، برحب بحضرتك يا حاج محمد. اهلا وسهلا. رحب ايضا بالحاج عماد جمال، ممثل عن النقابه العامه للفلاحين ونقيب الفلاحين بالقاهره، برحب بحضرتك يا حاج عماد. هنبدا نتناول صفحات هذا الملف المهم، ولكن بعد ما نشوف مع بعض هذا التقرير. في نقابة الفلاحين؟ والله يا اسم يعني، انما احنا مش حاسين بيها كمزارعين او كفلاحين يعني. اسم يا ريت نحس بيها، بس حاسس باي خدمات من نقابة الفلاحين؟ ما فيش اي خدمات من نقابة الفلاحين، ولا شعارين بيها، ولا كأنه في نقابة فلاحين من الاساس. طب سمعت ان في نقابة اسمها نقابة المهنية للفلاح؟ سمعت انه في نقابة المهنية. يا ريت تعمل حاجة، يا ريت تسمع صوت الفلاح، بس احنا مش عايزين غير تسمع صوت الفلاح، تظهروا شوية. اول مرة اسمع انه في نقابة مهنيين، بسمع ان نقابة الفلاحين بس، ما اعرفش لسه، ما عرضتش علينا اي حاجه عشان نعرف بتشتغل ايه وبتفيدنا في ايه وهي الجهه اللي هي بتفيدنا منها. احنا حاليا اللي بيمثلنا الاتحاد التعاون الزراعي قانون 122، غير كده ما بعترفش بيه. سمعت عقب الثوره ان الفلاح ما فيش اتحاد معين يحمي الفلاح، ده المزارع مغلوب، خدت بالك؟ فان الاوان دلوقتي ان هو يبقى ليه نقابه تحميه. سمعنا مؤخرا عن نقابه المهن الزراعيه للفلاح، بنتمنى زياده كمان النقابات دي، لان حيكون في تنافس في الاخر، طالما هم كلهم حيصبوا في مصلحه المزارع، احنا اهلا وسهلا باي نقابه تاني. النقابه المهنيه تجمع مين بقى هنا؟ تجمع صغار اللي عندهم مهنه في الفلاحه نفسه، يعني عندي انا عمال زراعيين يدخلوا في الحته دي. لازم يكون في كرنيهات تامين صحي، لازم يكون في علاج متوفر الاسره، ده كل المفروض يتم للنقابات المهنية للفلاح بالذات، عشان هو الأساس كل شيء. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا مع بعض هذا التقرير المهم. في البداية أنا بشكر الزميل محمد كمال اللي قام بعمل هذا التقرير، وزي ما سمعنا وحضراتكم شفتوا أن بعض الفلاحين بيقولوا أنه ما فيش خدمات، البعض الآخر ما يسمعش عن حاجة اسمها نقابة للفلاحين، والبعض طبعا بيطالب بتأمين صحي ودور مهم للنقابة التي تمثل الفلاحين.
برحب بحضرتك مره تانية يا حاج محمد، واسمح لي اوجه السؤال الاول لحضرتك. لماذا طلبتم في لقائكم بالرئيس انشاء نقابه للفلاحين؟ اول بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نبدا في كلام النقابه او اي كلام، لازم ننعي باسم فلاحين مصر كلها الحادث الاليم الارهابي اللي حصل في مديريه امن الدقهليه. اكيد. وطبعا احنا الفلاحين اللي يمكن الفصيل اللي يمكن الاكثر تعرض لان ابنائنا بيجونا جثث، فاحنا برضو بننعيهم ويحسبهم هم شهداء كلنا. طبعا طبعا. وبقول للي عملوا كده احنا مصممين على الطريق، مهما تعملوا ده هيدينا اصرار وقوه ان احنا نكمل. ابدا لا يمكن ان شاء الله، ان شاء الله على الطريق. نرجع بقى للسؤال بتاع حضرتك، لماذا طلبتم انشاء نقابه للفلاحين؟ طيب لقائكم بالرئيس. طبعا احنا بعد ثوره 25 يناير كان تولت حكومه الدكتور عصام شرف، تولى وزاره القوى العامله الدكتور احمد حسن البرعي. الدكتور احمد حسن البرعي طلع قدم مشروع بقانون التعدديه النقابيه والحريات النقابيه. انا مع ده لان المنظمات الدوليه والاتحاد الدولي بينص على الكلام ده. لما نيجي نتكلم بالنسبه للعمال، انا معاه في التعدديه النقابيه في العمال، لان المصنع الواحد ممكن فيه اقسام مختلفه، ممكن الاقسام المختلفه كل قسم مشاكله مختلفه عن الثاني، فده التعدديه النقابيه. انما مشاكل الفلاح دي واحده، لو لقيت المشكله بتاع الفلاح المصري هي بتاع الفلاح الهولندي، هي بتاع الفلاح الالماني، هي بتاع لا 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 مختلف معاك. لا لا ما لا ماشي ما لا 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 مشاكل الفلاح هنا تختلف عن مشاكل الفلاح هناك في هولندا، دور الدولة في المانيا في امريكا. هناك دور الدولة، هناك مشاكل بس مشاكل دور الدولة. الفيصل وضع مختلف، الفيصل دور الدولة. هي انا بتقول طب اسمعك حاج محمد، نخرج فاصل اجباري ونرجع لحضراتكم مره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وزي ما سمعنا من الحاج محمد فرج أنه بينادي بالتعددية النقابية، أنا هرجع له مرة تانية، لكن أنا برحب بالحاج عماد مرة تانية في هذه الحلقة. وأنا بسأل حضرتك لأن كان في ممثل منكم في اللقاء الرئيس، مظبوط ولا لا؟ طب نتكلم الأول. لا يعني حضرتك مش كان في ممثل عنكم في اللقاء الرئيس؟ ما كانش في ممثل. لماذا لم يكن هناك ممثل للنقابة في لقاء الرئيس؟ ما جاتش دعوة مباشرة للنقابة. يعني ازاي مش انتوا المفروض النقابة الرسمية اللي بتمثل الفلاحين في مصر؟ لماذا لم يدعوكم الرئيس؟ ما وصلش دعوة رسمية لطبعا الحاج أسامة ولا النقابة، والمعلومة دي انا استفسرت منها من النقابة، هل وصلت دعوة رسمية؟ ما افادوا طبعا لا قبل الكلام طبعا. ما استفسرتوش من الرئاسه نفسها، من رئاسه الجمهوريه؟ لا، اتبعت جواب فعلا لرئاسه الجمهوريه توضح الحقيقه ايه بالظبط. يعني اتبعت فعلا جواب اتسلم لرئاسه الجمهوريه بالكلام دوت. يعني لا انا قصدي رئاسه الجمهوريه ما ردتش عليكم. لا ما ردتش عليكم. يعني كده يعني اذا الرئاسه او القيادة السياسية تجاهلت النقابة الشرعية اللي هي بتمثل الفلاحين. احنا بعثنا جواب رسمي ولم يصل الرد. اعزائي المشاهدين، احنا فاتحين على فكرة التليفونات والارقام هتظهر دلوقتي على الشاشة، لو حضراتكم اي حد طالب المشاركة احنا بنرحب بالمداخلات. احنا الاول بردك نتقدم النقابة العامة، فاهمني ازاي، بخالص العزاء، فاهمني ازاي، باسم النقب كلها 27 نقيب، فاهمني ازاي، والنقيب العام ونائب النقيب، فاهمني ازاي، للشعب المصري كله، فاهمني ازاي، بالحادث الارهابي اللي طبعا اللي تعبنا كلنا. اكيد اكيد اكيد، وتعب الشعب المصري، ادمى قلوب كل الشعب المصري، كله بكى امبارح بالمنظر الارهابي. وزي ما الحاج محمد قال، ان شاء الله هنتقدم ونعبر المرحلة ديت بنجاح إن شاء الله. إن شاء الله. حاج محمد، يبدو أنه فيه تجاهل من القيادة السياسية للنقابة العامة المشهرة التي تمثل الفلاحين. هل حضرتك شايف أن النقابة لا تؤدي دورها عشان كده أنتوا طلبتوا بإنشاء نقابة تانية؟ لا، أولا بس أنا عاوز أسأل، معلش اسمح لي في هذا السؤال. تفضل براحت. لماذا وجهت لكم الدعوة؟ على اي اساس وجهت لكم الدعوه؟ الدعوه جت بناء عن مداخله من السيد رئيس الجمهوريه مع الحاج محمد برغش في برنامج في قناه التحرير. الحاج محمد كان تعبان، او الاحداث كانت متراكمه كلها بتجاهل الفلاحين وتجاهل المستشار الاعلامي للفلاحين في اللقاءات اللي انعمل فيها الحوار الوطني والقوى السياسية، تجاهل تماما الفلاحين، وهذا له حق ان الحاج محمد برغش يبقى زعلان. بس كان في ممثل عن الفلاحين في لجنة الخمسين؟ في اتنين بس. انا 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 اقول لحضرتك، على اي اساس تم اختيار اما نيجي النهاردة تاخد رئيس الاتحاد التعاوني؟ الاتحاد التعاوني فيه قانون 122 لسنة 81، اما اجي اختار الممثل بتاعه ده فيه قانون ليه. نيجي النهاردة خد ممثل على النقابة العامة للفلاحين. النقابة العامة للفلاحين أشهرت 7/4/2011
هات لي جمعيه عموميه واحده ليه، هات لي ميزانيه واحده تقدمت في اي اللي هي النقابه الحاليه اللي هي حاليا لحتى الان حتى الان انتخابات تمت ما فيش. المفروض هو اودع ورقه، القوى العامه كانت بتديك فرصه 6 شهور لجنه مؤقته تدير النقابه لمده 6 شهور وتعمل جمعيه عموميه وانتخابات. لم يحدث ذلك، فما يقوليش ده لماذا لم تطالب الجمعيه العموميه باسقاط او سحب الثقه من مجلس الاداره. ده تمام، انا على حد علمي وانا ما بهاجمش على فكره، بس انا احنا بنضع بنحط الحقيقه قدام المشاهدين والراي العام. ليه مضمن السؤال ليه احنا طالبنا بانشاء نقابه مهنيه موحده، نلم جميع النقابات ديت او الاتحادات دي في نقابه مهنيه موحده بقانون جهاز المركز للمحاسبات مشرف عليها ومراقبها. ما يجيش واحد يقعد في الشارع كده يختم وياخد، انت جايب جواب من القوى العامه رايح للاحوال المدنيه تختم وتدي صفه، على اي اساس تم تحصيل الاموال ديت؟ اديت الصفه بناء عن ايه؟ كل الكلام ده فيه تساؤلات. هو مفيش هو مفيش. طيب قبل ما نستكمل الملف معانا مداخله تليفونيه. طب هترد حضرتك؟ هترد، احنا معاك وهترد. لا لا مش هنفوت حاجه، بس هسمحك عشان في معانا مداخله تليفونيه. مين معانا؟ المهندس عبد الرحمن. المهندس مفتاح عبد الرحمن من المنيا، اهلا وسهلا. اهلا والسلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا مع حضرتك المهندس الزراعي مفتاح عبد الرحمن. اهلا يا باش مهندس، برحب بحضرتك في برنامج هنا الحقيقه، اتفضل. والله هو يعني تعازينا واحنا كلنا اسف، وتعازينا الخالصه لضحايا الدقهليه اكيد التعازي، وهو يعني الواحد ما يتكلم غصبا عن عينه من ساعه ما الواحد سمع الخبر ده والواحد متألم. بس ان شاء الله مصر هتعبر الازمه باذن الله، واخد بالك؟ بس انا واثق ان النصر قريب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. معك المهندس الزراعي والملامس مع الفلاح كتف بكتف، وشرفني ان انا اكون مهندس وفلاح في نفس الوقت. واخد بال حضرتك؟ ماشي ماشي. طب استسمح يعني حضرتك ليك مداخله او سؤال في موضوع الحلقه عشان بس معانا اتصالات كتير. حاضر بسرعه بقى. احنا كفانا مفات، احنا عاوزين نقابه الوقت، عاوزين نقابه في وقتنا الحالي تدافع عن الفلاح مدافع صرف، تدافع عنه مدافع صرف، تجيب له تشوف حقه فين واوله فين واخره فين. واخد بالك؟ يعني الفلاح الوحيد اللي ما وقفش وقفه احتجاجيه، الفلاح الوحيد اللي ما عملش حاجه ابدا. واخد بال حضرتك معايا سعادتك ولا؟ الو؟ ايوه معاك 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 يا باشمهندس. فانا عاوز يعني كفانا اللي فات، احنا نبتدي من جديد، عاوزين نقابه الوقت تشوف الفلاح ده اول ايه واخر ايه. انا معاك يا باشمهندس الحقيقه، وهو دوت الموضوع الرئيسي في ملفنا النهارده اللي احنا بنناقشه. انا عاوز اول ايه واخر ايه ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك يا باشمهندس على المداخله. معانا مين؟ محمد جمعة من البحيرة. ألو؟ لا، مواليد 34. ألو؟ مواليد 34. الحاج محمد جمعة؟ أيوة. أهلا وسهلا، برحب بحضرتك، اتفضل. حضرتك معانا على الهواء. وحزننا الكبير على 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 على, على شهداء النهار. الحزن الكبير لأن جرح لا يتلم بأي شيء. احنا نتكلم. احنا كلنا معاك والله يا حاج محمد، وكلنا وتعازينا لاهالي الشهداء جميعا. تعازينا الكبير. اتفضل. ده بيدك. ايوه ماشي. ايوه معاك معاك يا حاج محمد، اتفضل سريعا بس من فضلك. الا انا فلاح، لا نقاب ولا اي حد، ولا صحي ولا اي شيء كده يدعني العالم دي، وهم اللي شايلين البلد، شايلينها من صغرها لكبرها وماشيين بيها. ليه كده؟ ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ يعني انا دلوقتي مريض اعالج في نفسي واروح اجيب دكاتره ودي ودي، ما فيش لي اي بطاقه صحيه. يبقى حضرتك بتطالب بتامين صحي للفلاحين. يا حاج محمد. أيوة. ماشي ماشي. حاج عماد برجع لحضرتك، كنت عاوز ترد على الجزئيه اللي اتكلم فيها الحاج محمد. والله هو طبعا انشات النقابه 2011 زي الاخ فهمني ازاي؟ طبعا كان هدفها الرئيسي فهمني ازاي؟ اولا
توصيل صوت الفلاح لكل الناس، فاهمين ازاي؟ وهم دولك اللي ايه ومشهره وتبع القوى العامه لكل الناس. مين يعني ايه توصيل صوت؟ يعني توصيل صوت الفلاح للمسؤولين. لا انا بتكلم ان هي ان هي طبعا النقابه مشهره تبع القوى العامه وبتدور الرئيسي، فاهمني ازاي؟ بتوصيل صوتها لجميع المسؤولين ومشاكلهم، وبتبحث كل نقيب على انك بيبحث بيحاول بس على فكره ده مش واضح. ها؟ ده مش واضح زي ما شفنا في التقرير، بعض الفلاحين ما عندهمش فكره عن النقابه، عن نقابه الفلاحين، وبيقولوا ان ما بتقدمش خدمات وما لهاش اي دور. يا باشا خلينا نكون بس صراحه في هذا البرنامج بعد يعني. اذن حضرتك. وعلى فكره لو نقابه الفلاحين ليها اي دور مش هنلاقي ابدا اي فلاح على يجي عند باب وزاره الزراعه، لان النقابه دورها ان هي تنقل مشاكل الفلاحين للمسؤول بالظبط الاول في الزراعه او للمسؤولين في مديريات الزراعه. يا باشا واحنا موجودين والنقب بيوصلوا للمسؤولين مشاكلهم كلها، ما فيش كل نقيب بيلعب هو الدور ده، بيحاول بيوصل بيتفق مع بيوصل مع مديريه الزراعه. انا عاوز يا حاج عماد دور على ارض الواقع، مش دور في وسائل الاعلام يا باشا ودور مش في الصحف الإعلام ولا حاجة يعني ودور من اجل الظهور. انا عاوز دور على ارض الواقع يلمسه كل فلاح. احنا لما شاركنا وكنا بنحارب ان تامين صحي ومعاشات، وده عمله الحاج رفعت لما كان موجود. ماذا فعلتم؟ فين؟ ايه اللي عملتوه؟ في يعني مشاكل الفلاح ما زالت هي هي. وصلنا صوتنا لل في لجنه الخمسين، فهمني ازاي؟ واصرينا في المادتين بتاع التأمين الصحي ومعاش لكل فلاح. لم يتحقق شيء. ايوه يا باشا مش انت حضرتك بتتكلم على الوضع الاخير في الدستور الحالي. الدستور الحالي كان اعضاء الخمسين كلهم بيدافعوا عن حقوق الفلاحين. أيوة بس وليس الاثنين اللي بيمثلوا الفلاحين. ايوه يا باشا، لان الفلاح ده عصب الحياه، عصب الاقتصاد المصري، لازم كلنا نهتم بيه، مش النقابه بس او مندوب الفلاحين بس. لكن الراعي الاول للفلاح المصري هي النقابة اللي بتمثله. انا شايف ان ملهاش دور. انا بعد اذن حضرتك انا شايف بدليل ان حتى رئاسة الجمهورية ما بعتلكوش دعوة عشان تجتمعوا بالسيد الرئيس. يا باشا ده كلام يعني معلش ما ينفعش. والله عايز بس استوقف عند حاجة دكتور حامد. اتفضل. بالنسبة بعد اذن اخويا عماد، كان فيه موجود معانا مسؤول من النقابة الحاج محمد العقاري، كان من الوفد اللي شارك معانا في المقابله. احنا كنا 13 ممثل للفلاحين، كان فيه الحاج محمد العقاري في لقاء الرئيس وكان متقدم انه طب من ال 13 ما كانش في حد من النقابه؟ ما هو جاي ممثل النقابه العامه للفلاحين. ما هو الحاج عماد بيقول أيوة ما هو انا ما كانش في حد من النقابه. انا هقول لحضرتك يعني انا اقول لك عاوز اعرف كان في ممثل ولا ما كانش في ممثل. احنا في الوفد اللي موجود في ممثل النقيب العام للفلاحين. محمد عماد بيقول ما حدش راح. هو ده مشكلتهم، دي مشكلتهم في نقابتهم. انا كمواطن او كاتحاد فلاحين ما اقدرش حاجه خاصه بيهم، ما اقدرش اتدخل فيه، ده موضوعهم هم، ده على مشكلتهم. انا بس حبيت اوضح ان كان في ممثل للنقابه العامه للفلاحين واسمه الحاج محمد العقاري، خدت بال حضرتك؟ ونشر في الجمهوريه في انتخابات في النقابه ان تم انتخاب الحاج محمد العقاري نقيبا للفلاحين خلفا لله يرحمه الحاج محمد عبد القادر. هم عندهم ايه؟ ده حاجه خاصه بيهم انا ما اقدرش اخوض فيه. يعني ايه طبعا زي ما قال الاخ محمد، طبعا اخويا محمد، الموضوع دوت بيحسموا القوى العامله، لان النقابه بتاعتنا مشهره وتبع القوى العامله. القوى العامله فاهمني ازاي؟ تم توليه الحاج اسامه الجحش نقيب عن الفلاحين لمده 3 شهور لحين انتخابات الجمعيه العموميه. على فكره احنا معانا على التليفون بعد اذن حضراتكم الحاج اسامه الجحش. أيوة. نقيب الفلاحين. برحب بحضرتك يا حاج اسامه. الو يا حاج اسامه، معاك حضرتك معانا على الهواء. مساء الخير يا دكتور احمد. بس يا ريت حضرتك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون بعد اذنك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بس عليك يا دكتور حامد.
اهلا يا حاج اسامة. وبمس على الضيوف الكرام الاخ عماد والاخ نائب اخ محمد فارس الاتحاد الاتحاد الاخ رئيس الاتحاد دلوقتي حضرتك بيقول مشاكل ومش مشاكل. احنا طبعا اولا بندعي الشهداء اي حاجة الداهلية بنانا الشهداء الداهلية على الارهاب الاسود بالنسبة للاخوان المسلمين في مصر. ايوة معك. وبنطالب السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس الجمهورية باقصى سرعة ان يتحط الاخوان المسلمين على قائمة الارهاب لان خلاص كده. هو الحقيقة صرح معالي رئيس الوزراء صباح اليوم باشا. انها جماعة ارهابية. يا معالي الباشا انت قناة محترمة وكان بقول له بوصل الكلام ده يا دكتور. واحنا معاك احنا معاك يا حاج وسام. لان دلوقتي اصبحت شهوة فلاحين مصر. احنا مش هنسكت. وبعدين النقابة العامة للفلاحين دي على مستوى 27 محافظة. البرنامج اللي انت جبته سيادتك ان واحد او اتنين اللي هما في سألتهم في البلاد في التقرير معلش في واحد ممكن ما يعرفش واحد ما يعرفش ايه على المستوى 27 محافظة. احنا بنلف حضرتك دلوقتي كتعليمات جاية من عند الدكتور ايمن فريد ابو حديد ومن عند اللي هو عادل لبيب بنلف دلوقتي حاليا على 27 محافظة. طب حاج أسامة بعد إذن حضرتك لماذا لم حضرتك لم تحضر أو أي حد من النقابة لقاء الرئيس؟ سيادتك بالمناسبة ديت اللي محدش يعرفها في مصر تمام إن الحاج محمد برغش طلع على القناة للتحرير وقال أنا طالب مقابلة الرئيس. طبعا الحاج محمد برغش ده راجل عامل حزب تمام وراجل أخونا الكبير وراجل محترم تمام والراجل هو رايح. انا كلمت الحاج محمد برغش قال لي انا ما اعرفش يعني مين اللي رايح ومين اللي ما راحش والكلام ده ودي لا الأرض. هل وجهت لكم دعوه يا حاج اسامه فيه؟ ده سؤالي. وجهت لكم دعوه للقاء الرئيس؟ الدعوه دي كان عاملها محمد الحاج محمد برغش للتلفزيون لمقابله رئيس الجمهوريه. الرئيس لم يوجه دعوه لنقابه الفلاحين تمام كنقابة عامة للفلاحين على مستوى الجمهورية. هو اللي بيتكلم باسم الفلاح دلوقتي انا عايز افهم اصل كان الكلام ده ايام الحاج محمد عبد القادر الله يرحمه. لان لو مفيش نقابة عامة للفلاحين لم يمثل الحاج محمد عبد القادر السنة اللي فاتت في 2018 في الدستور ولم يمثل رفعت جودة الحاج رفعت جودة داخل في لجنة الدستور. يبقى كده في زي الاتحاد التعاوني اللي فيه الاخ ممدوح حماده تمام. يبقى احنا هنقول بقى مفيش نقابه الاخ بتاع الاتحاد يقول فلان الفلاني. طب انت بتاع الاتحاد انت كنت معانا انت حضرتك كنت معانا يعني ولا انت سيادتك سامع ولا انت سيادتك كنت معاه ولا سيادتك كنت واخدينه. كان الحاج اسمه الخولي داعيه معاه اسمه ايه الخولي اللي هو رئيس الاتحاد وخشها في مداخلة. عموما حاج اسامة انا بشكر حضرتك على هذه المداخلة بس انا عاوز اوضح يا حاج اسامة ان الخاسر الوحيد والتائه الوحيد في هذه المنظومة هو الفلاح المصري. صراعات بين الاتحادات وصراعات بين النقابات ونقابة موجودة ونقابة اخرى تريد ان يكون لها كيان والخاسر الوحيد في هذه المنظومة هو الفلاح المصري. أنا بشكر حضرتك حاج أسامة وعلى فكرة كان حضرتك المفروض تكون معنا في هذه الحلقة لكن طبعا نظرا لظروف الحادث الذي وقع في الدقهلية أنا عرفت. أنا بعزي حضرتك وبعزي أهالي الدقهلية كلهم مصر كلها الحقيقة إحنا بنعزي أنفسنا. بشكر حضرتك حاج أسامة على هذه المداخلة. واضح أنه الموضوع فيه لبس أنه الحاج محمد برغش هو اللي طلب انا قلت هو اللي طلب او فرض نفسه حامل. على مقابله الرئيس على فكره يبقى انا كنت ظالم مؤسسه الرئاسه يعني انا ظلمتها في البدايه انا انا كنت معتقد ان هي وجهت لهم الدعوه وتجاهلت النقابه لكن واضح انه الموضوع غير كده خالص. هو البرنامج اسمه ايه هنا اكيد طبعا احنا اتكلمنا بهدوء. انا قلت في كلامي
في برنامج تلفزيون الحاج محمد برغش قال كذا كذا، رد عليه السيد رئيس الجمهور ووجه له الدعوه. وده كان وده اسلوب محمود الحقيقه برضه مشهور فيه الرئاسه ان هي بتستجيب بسرعه. لا بالظبط كده، أنا هو فكر هو ده. انا برضه يا استاذ جمال، يا استاذ جمال، انا انت حضرتك اما حضرتك ما بتتكلم انا ما بقطعكش، انا ما بقطعكش عشان هو كان المفروض نطلع الكلام. الحاج محمد كان المفروض برضه معلش المستشار الاعلامي لسياده الرئيس يوضح له النقطه دي، ان الحاج محمد برغش ليس له علاقه بالنقابه العامه. بالظبط صح ولا لا؟ ولا بالاتحاد الفلاحي. وكان يقول له فين النقابه اللي هي فعلا بتمثل الفلاحين عشان توجه لها الدعوه. النقابه الرسمي طيب. واحنا كنا بالظبط بالظبط نتمنى حاجه زي كده خالص. طيب نرجع للكلام الصح، احنا هنتكلم في الاقدم والكلام ده كله مهاترات وبنتوه احنا خلينا وبنضيع قضيه اللي هو موجود دلوقتي في ارض الواقع. خلينا في اللي احنا فيه. بنقول ليه نقابه مهنيه موحده بدل الشتات اللي احنا فيه دي؟ موجوده يا باشا يا استاذ عماد، انا ما بقطعكش، اما تتكلم سيادتك اما اقطعك فرصه يا حاج عماد. انا احنا كنا هنلغوش على بعض. لا 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 هنديله فرصه، هنديله فرصه حاج عماد. ما انا بقول هذا الكلام، هنديله فرصه نشوف الرد، لان اللي هم بيطالبوا دي يا حاج عماد اصلا اللي هم بيطالبوا بيه حاليا مخالف للدستور، للماده 77 من الدستور اللي هي انشاء اكتر من نقابه. مين اللي قالك ان انا بطلب اكتر من؟ انا بطلب نقابة مهنية موحدة. ما موجودة يعني ايه نقابة؟ امال النقابة دي فين؟ النقابة اللي موجودة دي عبارة عن ايه؟ طب اتفضل سيادتك، اتفضل شوف مخالفات النقابي، اتفضل. لا 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 انا بستاذن حضرتك. هات لي قانون. لا 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 بص استنى بس، هات لي قانون. انا بستاذن حضرتك، في مخالفات في النقابة الحالية، لماذا لم تتوجه الى الأجهزة الرقابية؟ راحت يا باشا. ولماذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماع وتنادي باسقاط مجلس النقابه؟ هو ده الصح، لكن مش كل نقابه، مش كل نقابه فيها مخالفات ننادي بانشاء نقابه أخرى. على فكره، على فكره انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، معظم النقابات فيها مخالفات ومخالفات جسيمه جدا اكيد، وما فيش داعي اتكلم. لكن احنا واحنا عارفين، انا كاتحاد احنا عارفين، بس هو حضرتك ليس هذا هو الاسلوب الامثل. مش معنى ان في مخالفات يبقى انا انادي بالغاء هذه النقابه. انا مش عايز اضيع يا معالي الدكتور، انا مش عايز اضيع حقوق الفلاحين في خلافات، ولا احنا عاوزين ما هي فعلا ضايعه. تيجي بقى ما هي بهذا الاسلوب حقوق الفلاحين ضايعه. احنا بنتكلم في ايه؟ نقابه موجوده وبنادي بانشاء نقابه ثانيه، يبقى اذا حقوق الفلاحين. المشاهدين حاليا تهم بينا دلوقتي. لا ليه؟ لا لو سمحت يا استاذ، لو سمحت والله اما تتكلم، لما تتكلم نديله فرصه، نديله فرصه اتفضل. انا احنا دلوقتي الممثل الشرعي القانون اللي هو القانون 122 سنة 81 للاتحاد التعاوني، هو ده الممثل الشرعي القانون، صح ولا مش صح؟ نتكلم كده. طيب احنا بنطالب فعلا، احنا لازم نقابل الفلاحين، ودي كل مؤمن بنفس الفكر دي. انا مش هيجي كل 50 واحد ولا 20 واحد يروح يعملوا نقابي وانا نقابه فلاحين. خدت بال حضرتك؟ احنا عايزين نقابه بشروط عضويه، بشروط اساسا عضويه، مش يجي مع احترامي الكامل للمهندسين الزراعيين او للموظفين كبار في الدوله يخش في نقابه الفلاحين بتاع ايه. ممكن انا استعين به كمستشار. لا ما هو ممكن يكون مهندس زراعي، ما انا وعنده قياسه، هو سيادتك سيادتك المشكله افهمني سيادتك، هو عضو في نقابه المهن الزراعيه اللي هي خاصه بالمهندسين الزراعيين، هو ليه نقابته وليه كيانه. انا بتكلم على الفلاحين اللي هم معدمين، اللي ما فيش اي قوه بتمثلهم، ده اللي احنا بنتكلم عليهم عشان تبقى برضو الصوره واصله للي مش متابع. يبقى حضرتك شايف ان النقابه الحاليه لم تؤدي دور؟ طبعا اكيد اكيد. وعشان كده حضرتك بتطالب ايوه بانشاء نقابه اخرى. ايوه طبعا. طيب انا اقول لي عليك بس، هي النقابه قايمه في الفعل، فهمني ازاي؟ ومشهره وبطبعا طبعا. لا انا يا ريت حضرتك ترد على ان النقابه لم تؤدي اي دور للفلاح. لا يا باشا هات انا هقول لك على حاجه، يعني يا ريت حضرتك تعدد لي الخدمات تقول لي انا عملت كذا، واحد اثنين ثلاثه بعد اذنك. حاضر يا باشا. فهمني ازاي؟ احنا عملنا موضوع الاراضي، فهمني ازاي؟ استاذنك معانا مداخله ثانيه. الاخ جميل محمد من الجيزه، اهلا وسهلا. الو يا ريت بس حضرتك توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون بعد اذنك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، اهلا حاج جميل. الله يخليك، ازي حضرتك يا فندم؟ برحب بحضرتك في البرنامج، اتفضل. انا بس بتكلم بس على الاخ محمد اللي بيقول لك في مخالفات
لا يا ريت يذكر لي وانا اجاوب له على اللي هو عايزه في اي مخالفه هو يقول عليها. هو حضرتك عضو في النقابه؟ حضرتك عضو في النقابه يا حاج؟ ايوه عضو في النقابه يا فندم. يعني 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 عضو في نقابه الجيزه بتمثل الجيزه مثلا؟ لا في النقابه العامه يا فندم. في النقابه العامه؟ اه اه. فحضرتك هو قدم لرئاسه الجمهوريه ملف هناك، واصلا وزاره القوى العامله رئاسه الجمهوريه بعتته لوزاره القوى العامله، ووزاره القوى العامله ردت عليه. ردت عليه. فيبي ردت عليه وهي الوزاره المسؤوله عن البتاع، لو في مخالفات يروح يقدمها هو للنائب العام واي جهه اداريه. على فكره انا رديت على الكلام دوت وقلت له لو في مخالفات مش معناها انك تسعى لاقامه نقابه، ولكن تتوجب هذه المخالفات للاجهزه الرقابيه. تمام. يبقى ما يقعدش ينشرها في كل حته شويه ويقول لك في مخالفات. لا لا لا. هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام يا حاج جميل حقيقه مرفوض، واللي معاه مخالفات ما يسكتش عليها. صح. يتوجه الى النيابه العامه والاجهزه الرقابيه وهي تتصرف كيفما تشاء. احنا بنشكر حضرتك حاج جميل والمداخله بتاعه حضرتك وصلت. معانا الحاج سعد ابو لبده. الو. ايوه برحب بحضرتك. الو. الو يا حاج سعد، حضرتك معانا على الهواء. ايوه معاكم على التليفون. السلام عليكم. اتفضل. السلام وسلام الى الضيوف الاعزاء. طبعا انتم مالا تقول النقابه. الدنيا خير في الفلاحين. الارض اتباعت تاني. انا هنا سعادتك واقف في وش الحكومه في محافظه المنيا. السيد المحافظ سعادتك بيهلل ويقول مستثمر جاي طبعا من دول الخليج على ما يديله 150,000 فدان. يعني 150,000 فدان لغايه لمده كام؟ 50 سنه. يكون اولادنا ماتوا، يكون ترجعها. النقابه دي فاسده كلها. عايزين نقابه عامه للفلاحين، نقابه واحده بس تضم جميع الفلاحين على مستوى الدوله. عايزين سعادتك الاراضي بيخصصوا فيها المستثمرين، المستثمرين جايين من بره يمصوا دمنا تاني. بقول للسيد الوزير الزراعه ممنوع اي واحد مستثمر ياخد اراضي تاني. الاراضي دي بتقول لها تتحول للقوات المسلحه، تتحول للقوات المسلحه وضغط الدفاع، وتعمل لها قرارات وتصلحها بتاع ناصر وانور السادات، ويملكوها للفلاحين الغلابه، الفلاحين اليتامى بعد عبد الناصر وانور السادات. وشكرا لكم وبزياده فوضى. احنا بنشكر حضرتك حاج سعد الحقيقه، وانا معاك في هذا التوجه، لكن انا عاوز انوه نقطة مهمة جدا، ان مع الوزير كان في محافظة المنيا ومحافظ المنيا وعملوا مؤتمرات وقالوا ان في قطع اراضي صغيرة هتتوزع على صغار المزارعين للاسر الفقيرة، بالاضافة للمساحات الكبيرة اللي هياخدها المستثمر. احنا طبعا بلدنا حضرتك عارف ان هي في المرحلة اللي جاية محتاجين استثمار، مفيش مانع ان يكون في مستثمر ياخد 150,000 فدان، ياخد 200,000 فدان، ياخد زي ما ياخد، لانه عنده قدرة اقتصادية وعنده امكانيات يقدر يفيد البلد، بالاضافة الى المساحات الصغيرة اللي توزع على صغار الفلاحين. اتفضل يا حاج عماد. بالنسبة للخدمات اللي بتقوم بيها انا عاوزها سريعا كده في نقاط. في نقاط. طبعا النقابة بتنقل اهم حاجة صوت الفلاح للمسؤولين الزراعيين ومشاكلهم. ده الاساس اللي كان الدور اللي هو كان بينقله فيه. وحلينا مشاكل كتيره قوي. فاهمني ازاي؟ طبعا عن طريق النقبه. فاهمني ازاي؟ ببحث مشاكل الفلاحين والتواصل معهم. قدمنا طبعا مشروع اراضي. فاهمني ازاي؟ مشروع اراضي مستصلحه طبعا وتقسيمها وتفق على صغار الفلاحين. فاهمني ازاي؟ كان فين المشروع ده يا حاج جامع؟ في وادي النطرون. يعني فعلا تم تنفيذه؟ أيوة. لا فعلا صغار الفلاحين استفادوا وتوزعت. أيوة. الاراضي ولا لسه مجرد المرحله الاولى تم تسليمها؟ يعني استفاد منه كم فلاح؟ لحظه استفاد منه كم واحد؟ ايه استفاد منه كم واحد؟ هو كان 1000 فدان يعني. لا استفاد منه كام فلاح؟ 500 كان في المحكمه الحرب ولا يعني. يعني كل فلاح خد تقريبا فدانين؟ لا ما حضرتك بتقول لي 1000 فدان استفاد منه 500. ابتدى هو خمس فدادين لكل فلاح. 200 يعني استفاد منه 200 واحد. طيب ايه تاني؟ طبعا تسعينا طبعا موضوع التامين الصحي. فهمني ازاي؟ وطبعا لعب دور مهم جدا. طبعا النقيب الراحل
فاهمني ازاي محمد عبد القادر. طب استاذنك عشان معانا مداخله من السعوديه. الاستاذ محمد احمد من السعوديه برحب بحضرتك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك يا فندم؟ اهلا وسهلا حاج محمد اتفضل. يا فندم احنا حدانا مشكله في الجمعيات الزراعيه. مشكله فين؟ في الجمعيات الزراعيه. الجمعيات الزراعيه الجمعيات الزراعيه. الوالد يروح يطلب عشان الهيب كيماوي لازم وسايط ويا يروح كل يوم ويقعد من الصبح لعند الظهر وما يحصل اي حاجه يا فندم. طب يا حاج محمد انت بتتكلم منين؟ من السعوديه ولا منين؟ انا بتكلم من السعوديه. انا من السعوديه. والمشكله واصله لغايه عندك يعني؟ حضرتك على اتصال بالاهل في مصر وقالوا لك ان في مشاكل؟ انا على اتصال يا فندم 3 مرات في اليوم. وكل يوم نفسي اروح اشوف اولادي واقعد في ارضي ازرع. والمشكله دي تعباني. لا نروح نشتري كارت الكيماوي يا فندم من بره. وانا هكفي اولادي والارض هتجيب لي ايه؟ عندي فدانين. هيكفوا اولادي ولا هيصرفوا عليا ولا هعمل ايه؟ فاضطريت ان انا عندي اروح المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه على فكره دوله شقيقه، واحنا يعني اي واحد هناك اي مواطن مصري كانه في بلده الثاني. انا نفسي اشوف عيالي يا فندم. احنا يعني معلش عيالي يا فندم. انا بالنسبه لموضوع الاسمده يا حاج محمد، في تصريحات من معالي الوزير ان ما فيش مشكله في توزيع الاسمده على الاطلاق، لكن هناك بعض المشاكل خاصه بالفلاح نفسه انه عاوز ياخد كميه اكتر من اللازمه من الكميه المناسبه للمحصول. على فكره احنا هنتابع برضو موضوع الاسمده وقناه مصر الزراعيه بتتابع هذه المشاكل. انا بشكر حضرتك يا حاج محمد. ساعه طبعا النقابه ان تكون في من ضمن المجلس الاعلى لدراسه مشكله الاسمده ديت، وكان عندنا النهارده وفد من النقابه. ما هل اتحلت مشكله الاسمده؟ في وعدونا طبعا النهارده الوفد طبعا برئاسه نائب النقيب الحاج علي رجب. قال لي النهارده ان هو خد تصريحاتي انها في خلال 3 ايام ان شاء الله ان السمات هيتحل مشكلته 80%، لان هو بيقول لك النهارده كان حط نقط لحلول الاسمده فاهمني ازاي على مدار الجمعيات، وكان بالفعل كان في الوزاره بالتنسيق طبعا مع السيد الوزير دكتور الوزير. يعني بقى. يعني لسه المشكله يعني هتتحل خلال ايام. ازاي الوهم القايمه طبعا فبندور لها على حلول. تاني حاجه نمسك، كان في طبعا اتمنعت خطه التطهيرات والحرث والكلام دوت وتحسينات الاراضي تحسين الاراضي من مده فتره 7 سنين او 6 سنين فاهمني ازاي. سعى الحاج محمد عبد القادر طبعا لما عرضنا عليه المشكله فاهمني ازاي نزلت الخطه خطه تحسين الاراضي رجعت من تاني طبعا بوصوله فاهمني ازاي. كان طبعا طيب حاج عماد، هل تقدمتوا باعتراض لمعالي الوزير دكتور ايمن فريد ابو حديد على نقابه جديده او نقابه اخرى؟ يا باشا بص انا هقول لك على حاجه. احنا اولا طبعا ما دون في نقابه مشهره تبع مؤتمر الدولي فهمني ازاي ب 97 رقم 97 ولائحته فهمني ازاي لسنه 48 فهمني ازاي، ومنظم ان لازم يكون في نقابه واحده فهمني ازاي، وانشئت طبعا النقابه واتشهرت واعضاء موجوده ولجان موجوده وفهمني ازاي، والجمعيه العموميه موجوده وهتنعقد عشان اختيارات الانتخابات المحليه. برضو حضرتك ما جاوبتش على سؤالي. تقدمتم باعتراض لمعالي الوزير على انشاء هذه النقابه؟ طبعا. او لا؟ طبعا اعتراض. يعني فعلا تم تقديم اعتراض. طيب حاج محمد، يعني حاج اسامه قال ناخد تعليماتي من دكتور ايمن. ايوه لا قانون نقول هقدم اعتراض فين بس؟ انا هحاول لحضرتك الحال. طيب هحاول لحضرتك سؤال ثاني. حاج محمد ماذا قدمتم؟ حاج محمد طيب حاج ماشي انا بقول له وضح له الامور. احنا قدمنا قانون النقابه خلي بس ابريل 2011 لو سمع. لا ده الاشهار بتاعك. لا هو بعد كده. حاج محمد ماذا قدمتم للفلاح؟ احنا كاتحاد فلاحين هقول لحضرتك انا اتحاد الفلاحين ده كان فكره سريعا لان الوقت قفز في 2005 قبل ما تيجي الحريات النقابيه وقبل ما حد من دول كله يطلع ويتكلم
أنا هو اتحاد ممثل اتحاد الفلاحين كان تحت التأسيس من 30/4/83 خدت بال حضرتك، وقفنا وفرضنا سعر قطن على وزير الزراعة أنا ذاك المهندس أمين أباظة، وكان جاي ياخده من المنوفية ب700 جنيه وكنا احنا مركز إكسار ده جزئية في منطقة، فرضنا عليه السعر اللي هو ساري وخدمنا الفلاحين كلها في السعر. اتبنينا حاليا مشروع للدكتور محمد فتحي سالم بتاع البكتيريا الحيوية اللي هو اللتر لفدان ب60 جنيه عشان نحل أزمة الأسمدة ونساعد مع وزارة الزراعة في حل المشاكل. ما قعدناش وفرحنا ان احنا طالعين في الإعلام او لمينا فلوس من أعضائنا واكتفينا في كده ولفينا في، انا عندي أسامي لو قلتها لك من الستينيات موجودة، أخرهم المناضل الله يرحمه كان المستشار القانوني لاتحاد الفلاحين المستشار عريان نصيف رحمة الله عليه، خدت بال حضرتك تاريخ اتحاد الفلاحين ما جناش عشان نطلع الكاميرات او نجمع نقول يحل مشكله الاسمده. هقول لك انا سؤال بعد إيه؟ انت يا لو انا قطعتك انا اتحاد تعاوني ولا نقابات ما اتحلتش هو مش عارف. لا ما اتحلتش ما فيش اي مشكله اتحلت لغايه دلوقتي وهي دي المشكله. انت عندك خلط، انت افهمني عشان انت عندك خلط، انت حاسبني اتحاد تعاوني افهمني انت معلش مع احترامي ليك اتحاد العام احنا الاتحاد العام للفلاحين المصريين المستقل ما احناش برضو افهمني عشان انت برضو عندك خلط. انت حضرتك قدمت حضرتك نفسك حضرتك نقيب فلاحين القاهره القاهره فيها كم فدان مزروع؟ لا القاهره فيها فلاحين فكم فدان مزروع؟ فكم فدان مزروع؟ عزبة، عندك عزبة الوالدة وعندك المالكة ماشي أدم أكبر محافظة في مصر. طيب ماشي. خدت بال حضرتك ما اكتفناش بكده، اللجنة الثلاثية اللي انعقدت لمناقشة قانون التأمين الصحي عشان أصحح للأخ عماد وموجودة ومسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي، شوف مين الممثلين اللي حضروه ومين اللي عاتب على اللجنة، إن كانت وزيرة الصحة مش موجودة في الاجتماع دي، كان وزير التضامن وزير الزراعة، وإحنا أنا اعترضت قلت لازم وزيرة الصحة أو رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي لأن هو المنوط اللي هينفذ، لازم يبقى هو شريك أصيل وعلى ضوءه تم الاجتماع في وزارة الزراعة. خدت بال حضرتك ومقدمين مشروع عشان الاخ عماد يعرف وعشان اعضاء النقابه العامه. يعني انت حضرتك شايف ان النقابه لا تؤدي دور؟ طبعا مالهاش اي دور خالص في هو النقابه بتقدم مشاريع كلها هم شاطرين فيها حقيقه، مشاريع يستفيدوا بيها يعني. احنا نتكلم بقى بصراحه يعني هم بيقدموا المشاريع يستفيد بيها اعضاء النقابه استثماري؟ لا مشاريع استثماريه يستفيد بيها اعضاء النقابه ولا يستفيد بيها الفلاح؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، هات لي فلاح يقول انا النقابه خدمتني. انا كان نفسي حاج عماد اي فلاح شايفه يعمل مداخله يقول والله انا استفدت النقابه حلت لي مشكلتي، عملت لي 1 2 3 ان شاء الله عملت حاجه ان شاء الله، لكن واضح ان النقابه ما عملتش حاجه. انا على السعيد اقول لك بقى على شباب الخريجين اللي في كفر الشيخ في سيدي ابو طلحه، قول لهم لاتحاد الفلاحين خدت بالك عامل ايه في مشاكلهم، ان بلطجيه بعد 25 يناير خدت طبعا حاج محمد حضرتك بتشجع تعدد النقابات؟ لا ولا يكون كل مجتمع في صوت طالب بنقابه مهنيه؟ طب هنعمل ايه النقابه الموجوده حضرتك؟ نعم. بتطالب بنقابه النقابه الموجوده دي هنعمل فيها ايه؟ ما حسب القانون مش عارف. هقول ما فيش قانون، احنا الاتفاق الدوليه بس، ما احنا فيش قانون في مصر عشان ما فيش قانون في مصر، هي اعدت وبعدين ورقها سيد الفضل ورقها مش احنا مش خاضعين للقوى العامله، العمال الزراعيين اللي خاضعين للقوى العامله، انما الفلاح ده مهنه صح ولا يبقى خاضع نقابات المهنية؟ أيوة أكيد طبعا. يا سيد الفضل والله عشان برضو نوضح ممكن احنا بنتقابل في اختلافنا يزيدني من احترامه في الرأي، انما نختلف في الرأي زي ما احنا عايزين انما لا اقلل من احترام شخص عماد اخويا في ملي او لاي عضو في احنا احترمنا الاشخاص فاحنا الفكري احنا كلنا في مركب واحد بما فيني انا اشد المعارضين للاتحاد للاتحاد ده مش موجود يا حاج حضرتك ده مش موجود بنسعى للتحقيق الصفه بتاعتنا يا دكتور حامد اتسرقت وده اللي ضيع حقوقني في العصر السابق فاحنا مش عايزين خلافاتنا الشخصيه واحنا في بونا وطن بينسرق مننا نلتفت لدي ما نلتفتش انا يا سيدي انا هبقى عضو جامعه عموميه مش عايز ابقى حاجه خدت بال حضرتك يعني الوقت الحقيقه بيداهمنا والوقت الحرقه مر بسرعه كلمه اخيره حاج عماد بعد اذن حضرتك
كلمة أخيرة، إحنا ما فيش خلاف بيننا وبين أي اتحاد أو أي حاجة، بس في لا مش قضية ما فيش خلاف، ده في نقابة تانية بيتم إنشائها. لا أنا إحنا مش في إحنا مش في الاتحاد دلوقتي، إحنا في نقابة تانية بيتم إنشائها، وفي نقابة واحدة مشهرة بتمثل الفلاحين وبتقدم أي مشكلة لأي مسؤول عن طريق النقابة، فهمني ازاي، وبنسعى الى حلها على قد ما نقدر، فهمني ازاي، في النطاق اللي واضح فيه. واضح واضح يا حاج عماد ان النقابة لم تنجح في حل مشاكل الفلاحين. حاج محمد كلمة اخيرة. كلمة اخيرة. لا تسعى فين بقى تسعى. الاول حلم الفلاح والحالة الاقتصادية للفلاح المصري هي الحالة الاقتصادية للدولة المصرية. وبقول لمن ينتوي للترشح لرئاسة الجمهورية يتقي الله في الشعب المصري وفي العمال والفلاحين وجميع الطبقات في الشعب المصري. واحنا دولة قانون، دولة قانون، وهنحترم القانون اكيد. واللي هيجي لو محققش العدالة الاجتماعية مصيره، واللي متعصي من حسن مبارك ومحمد مرسي يبقى واهب. مش هقول اكتر. الحقيقة وقت البرنامج بسرعة يعني انتهى. أنا لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للحاج عماد ممثل عن نقابة العامة للفلاحين، والحاج محمد الذي يسعى لإنشاء نقابة أخرى، نقابة مهنية أخرى. ده مش إنشاء، ده قانون. أعزائي المشاهدين، هذا هو حلنا، هذا هو حلنا، صراعات بين نقابات واتحادات. أنا مش عاوز أقول من أجل مصالح شخصية، إحنا عاوزين نقابة للفلاحين، عاوزين نقيب للفلاحين يكون عايش في عمق القرية، في عمق الريف، يكون قاعد في الدار ويكون عنده أرض بيزرعها، ما يكونش قاعد في قصر، ما يكونش قاعد في شقة فخمة، هذا لا يمثل الفلاح على الإطلاق. من يمثل الفلاح اللي هو معجون في طين الفلاح حتى يشعر بمشاكل الفلاح. أعزائي المشاهدين، زي ما حضراتكم شايفين مازال الملف مفتوح، وإحنا هنستمر في هذا الملف لكن في لقاءات أخرى إن شاء الله، لأننا في مصر الزراعية وفي هنا الحقيقة مع الفلاح، مشاكل الفلاح كتيرة جدا ونتمنى أن يتم حلها في القريب العاجل. أعزائي المشاهدين، أنا لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر حضراتكم على كرم المشاهدة، واسمحوا لي أن أشكر كل فريق العمل في هذا البرنامج، الزملاء خلف الكاميرات والزملاء في الكنترول والمخرجين والمنفذين. الحقيقة هذا العمل اللي حضراتكم شايفينه مش عمل فرد أو مجهود فرد، ولكن فريق عمل مخلص جدا لمصر الزراعية. أنا بشكر حضراتكم وأوعدكم بأن احنا نسعى إلى الحقيقة كاملة ونستمر في فتح الملفات المهمة. انتظرونا في الحلقة القادمة إن شاء الله، نفتح ملف مهم، بنك التنمية والائتمان الزراعي وعلاقته بالفلاح المصري وماذا قدم للفلاح المصري. أنا بشكر حضراتكم مرة تانية. اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء ومن كل شر، واحفظ جيشها واحفظ شرطتها، اللهم أمين. لكم تحياتي حامد عبد الدايم، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.